ملتئم الكره عند فالكاو، خذا الكره تيمو ميل عند الحداوي اللي دخل المعترك، تعثر بالكره مره اخرى عند فريق الوطن المغربي. تيمو ميل يقذف والحارس باراتي اللي تحول الكره للزاويه. غادي نلاحظوا هذه الاعاده ديال القطبي، نزل الكره وضع امام الرجل اليسرى بقطفه قويه. ذكرى خالده، مباراه المغرب ضد نادي باريس سان جيرمان بمناسبة افتتاح المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. مرة أخرى رواق عند الحداوي، الكرة الحداوي لقداف ولكن القطفة ديالو بعيدة. تيمومي، تيمومي دخل المعترك، هذه فرصة للفريق الوطني المغربي لعند السوادي لقداف ولكن القطفة عالية. فرصة أخرى للفريق الوطني المغربي ضاعت بواسطة اللاعب السوادي. بيض كاين شروط بالتمريره في اتجاه الغريزي للفرد الحارس وقذف قذفه عاليه. عاد فرص التي لعب شيء خليفه عند تيمومي، مراوغه ديال تيمومي دائما عند الكره اللي قذف، ضربت الكره في احد لاعبين وزات عند السوادي اللي حاول باش يراوغ خالد البياض ولكن في خارج المرمى. الحداوي قذفه ديال الحداوي، ضربت في احد اللاعبين دائما الكره عند فريق الوطن المغربي. البياز اللي قذف إصابة، بالفعل إصابة ديال اللاعب الغريسي بعد تمريرة ممتازة ديال اللاعب البياز اللي عزز الخط الأمامي خلال الجولة الثانية. تيمومي، تيمومي لقداف والحارس والإصابة لا. قذفة ديال البياز مرة أخرى، البياز كان وراء هذه العملية، ضربات في الحارس بالصدفة فقط. الأبيض قد فات زاوية، البياز ضربة رأسية ديال الحسينة ولكن محادية لمرمى الحارس. الغريسي، الغريسي اللي دخل بالمعترك وفرد بالحارس وسلمها للبياض وإصابة من اللي سجل هو دحان. دحان يسجل الإصابة الثانية للفريق الوطني المغربي كما غادي نلاحظوا بالإعادة.